Forza, Sek Kamara, a Williams and Kamara, Forza! Oh! Simon Sofa, لاعب التنزاني يضع الكرة في الشباك، تمريرة عينية، وأكيد سيمون سوفا لاعب التنزاني ينهيها على أفضل صورة وبطريقة جميلة يضع الكرة في شباك الحارس سهيل عروبي. 1-0 لفائدة فريق الدفاع الحسني الجديدي. أول لمسة للاعب الغيني سيكو كامارا يدخل خلال بداية الجولة الثانية، يطرد الكرة من الجهة اليمنى، يمرر سيمون سوفا مثل هذه الكرات لا يضيعها، خصوصا التموضع الصحيح لسايمون سوفا، لعب الكرة بهذا الشكل وسوفا في المكان المناسب يضع كرة في الشباك، والهدف الأول لفائدة فريق الدفاع الحسني الجديدي. بعد ما تبعنا جوج ديال المحاولات كانت خطيرة للمغرب التطواني، الرد كان سريعا، نلاحظوا الفرحة ديال الطاقم التدريب على رأسه بانتو الزكي بهذا الهدف. إذا سايمون سوفا يتمكن من زيارة شباك كرة طويلة. محرز يبقى في المباراة كبيرة، سيكو كامارا، كامارا ممتازة في اتجاه التنزاني، من جديد ثنائية غينية تنزانية، وبطريقة ولا أجمل لسايمون سوفا الذي يتمكن من تسجيل الهدف الثاني لفائدة فريق الدفاع الحسني الجديدي. كنقول بأنه تقريبا بنفس الطريقة ولكن الجمالية كانت كبيرة بالنسبة للطريقة اللي حصل الكرة والكنترول ديال سايمون سوفا، وضع الكرة باحترافية كبيرة في مرمى الحارس محمد عليوس. في لاحظوا لاعب سيكو كامارا، تمريرة ملي مترية، هنا الكنترول طريقة